أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المتابعين في كل مكان. يوم جديد ومعكم الليلة المغامر عبدالله العنبري في مغامرة جديدة. طبعا مغامرتنا الليلة هذا الموقع سبق أنا دخلت فيه تقريبا قبل 3 سنوات، واليوم برجع أدخل مرة ثانية لأنه كان يعني طلب عليه جدا كثير، والموقع معروف. هذا الموقع في مكة، ويا جماعة الخير إذا أحد من مكة عرف الموقع تكفون لا أحد يروح هناك. يعني الموقع شوي عليه كذا خوف لأنه منطقة معزولة شوي خلف الجبال، وإن شاء الله بإذن الله تستمتعون وتنبسطون. وكالعادة إذا أي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على هاشتاج تويتر المغامر عبدالله العنبري أو أرسلوا على الخاص. واليوم أنا اللي وحدي، حتى مرافق ما معي. دعواتكم والحفظ الله. يعني أنا كنت يعني بغيت أجيب أخوي لكن عنده دوام وما قدر يجي معي. دعواتكم والحافظ الله، والى موقع المغامره. اسعد الله صباحكم بكل خير احبتي المتابعين في كل مكان. طبعا انا وصلت الموقع. دعواتكم والحافظ الله. يا جماعه اذا احد عرف المكان لا احد يجي يا جماعه الخير. والله المكان ما في احد. بسم الله توكلنا على الله. دعواتكم والحافظ الله. تقريبا المكان معروف يمكن الكثير راح يعرفونه، ونقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصلت نفسي ونفسكم إن شاء الله، ونقول بسم الله. هذا الموقع شايفينه، هذا سبق هذا الموقع جيته قبل 3 سنوات، واليوم رجعت فيه مرة ثانية. شايفين كيف خلف الجبال. طبعا الموقع رسلت انا لاخوي، لا سمح الله صار شيء ولا شيء لا سمح الله، هو راح يتواصل معي مباشرة ويعرف انا وين بالضبط. بسم الله توكلنا على الله. وين في الموقع ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان تحت. بسم الله. يا حد محمد القديم هذه. سمعت الصوت؟ سمعتوا؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. في أحد في المكان؟ طبعا يا جماعة الخير المتابعين الجدد والمتابعين اللي عندي، المغامرات هذه حصرية ننقلها فقط على قناة المغامر عبدالله العنبري على اليوتيوب. اللي مو مشترك بالقناة يقدر يشترك بالقناة، وتنقل المغامرة هذه إن شاء الله بعد مغامرة في القناة، قناة المغامر عبدالله العنبري. بسم الله. سمعت حد حصى؟ حمام وكل مكان، دليل انه ما حد يجي هذا المكان الا بين فترة طويلة مرة. الحمام عششة تحت اني اشوف يا جماعة. والله بسمع الصوت، بسمع حركات غريبة يا جماعة. ايش الحفرة ذي؟ مرة جيت ما لقيت هذه الحفرة. شوفوا حفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثعبان، دابة. شوف الحفرة اللي جوا يا جماعة. ايش ده؟ شغل الكشاف الثاني افضل. هذا الكشاف قوي شوي. شوفوا ايش كمان ظاهر. احد كان يلعب باصرة ولا شيء، ما ادري والله قلت ايش بالضبط. هذه في حفرة هنا. في لحاف قديم يمكن قبل فترة. أنا المرة الماضية جيت ما شفت اللحاف هذا، قبل 3 سنوات. بس التراب هذا جديد صراحة، أول مرة أشوف. شوف حاطين التراب هنا، آخذ من هنا وأحط هناك. شوف حفر هنا، ما أدري إيش صار هنا بالضبط. شوف هذا كمان جديد. شوف دخل على جوا وطلع التراب برا هنا، يعني دخل هنا وطلع التراب برا. شوف والله خرجنا، ممكن دواب ولا شيء. بسم الله. شوف فوق الصحون هنا بعد في حفرة. شوفوا حفرة طلع التراب برا هنا. فوق بسم الله. صوت حمام. الصوت خفيفة جدا حتى الآن في هذا المكان. حوض. ليش المكان محروق؟ شايفين؟ محروق. في أحد؟ المكان جدا هادئ. الناحية الثانية تقدرين لتحت المسبح هنا. هذا مسبح كنا بننزله. حتى المرة الماضية لما دخلت هذا المكان كان نفس الوضع هادي. الليل يمكن شوي يكون مختلف. بس في أحد؟ بس الحمام شوفوا فين يا جماعة، ما حد يجي المكان ذا فترة طويلة. هذه الكتابات قديمة يا جماعة. الحمام في كل مكان. بس حتى الآن يعني في هدوء في المكان يا جماعة، أحس الوضع طبيعي. شايفين البيت كيف هادي، وهو في قطعة حوالينا كله جبال وشارع، حتى الشارع هادي يعني ما في شيء. وشوف البيت كيف هادي، ممكن البيت يكون في وسط مدينة أو في وسط حي أو بين البيوت وبين الناس، وتشوفوا بلاوي ومصائب. يعني موقع لموقع يختلف. الموقع ذا ترى كثير من أهل مكة يعرفون الموقع ذا ويخافون منه بعد. والآن الساعة تقريبا كم؟ الساعة الآن 1. شوفوا مسوين رسمة قرن الشيطان. قرن الشيطان مسوينه. شوفوا حتى برا كيف. شايفين هذا الجبل؟ شوفوا ما في شيء. يعني لوحده، بيت لوحده في قطعة على قول وسط الصحراء. هذا الشفا واضح. شايفين؟ هذا البيت اللي تحت. وحتى الآن شوف البيت طبيعي وقاعد أتمشى لوحدي. شوفوا هذا دائما حس سمعته. في أحد؟ صوت، سمعت صوت بس ما في أحد. السطح. هذا باب السطح. هذا البيت معروف يا جماعة. هذا السطح الثاني. أنا سيارتي هناك، شايفين؟ هذه سيارتي، وزي ما شفتم البيت طبيعي جدا، ما عدا أصوات خفيفة، والكلام اللي كان شائع على هذا البيت إنه خطير وإنه أشياء كثيرة. ما في شيء حتى الآن في البيت، وما شفت شيء حتى الآن. أنا قاعد أحوم في السطح. البيت طبيعي جدا حتى الآن. وهذا بعد سطح. كيف تصميم البيت ده؟ هذا سطح طولي. الله، غريب غريب مرة هذا البيت صراحة. يقول فيه تحت في بير، نشوف البير. هذا أنا طلعت لآخر دور، شايفين؟ هذا آخر دور. أنا راح أنزل. رغم إنه البيت مكان جدا موحش يا جماعة، والله العظيم. والله لو ممكن تحط واحد في المكان ذا في الليل مستحيل يقعد. لكن شوفوا الحمام اكثر شيء في المكان، ممكن مستحيل يقعد، والله ما قعد. مكان موحش جدا، موحش يا جماعه. الخروج من فين؟ من هنا. نشوف فوق ممكن يجني في شيء. هلو طبيعي. هذا المكان زي ما شفتم الوضع طبيعي جدا. هنا انا خرجت من البيت يا جماعة، طبعا شايفين البيت. شوفوا هنا الظاهر كان بدروم ولا ايش. هذا المكان هذا يوديني مكان ثاني غير المكان الأول. هذا سيب بس ما في شيء. في أحد؟ ليه؟ قلت في أحد، شوفهم طارف. أيوه هذا هو البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في مويه، يعني لا سمح الله احد تهور وقف ولا شيء دف تحت، والله ما حد يعرف عنكم نهائيا. وفي مويه زي ما شفتم، عميق عميق زي ما شفتم، مدري كم متر. هذا المكان اللي حينزل لنا برضه على البير، يسحبوا منه هذا الماطور الطار اللي كان حاطين هنا زمان. نحوم حول البيت نشوف ايش فيه وايش ما فيه. وسطه هذا هو البيت. شوفوا الناحية الثانية، شفتم؟ عميق والله عميق، ما حقدر اوقف على الحاف. انا اللي واحد لازم على الله اطيح، حتى السنوبة ما اقدر ارفعها. تقول العنبري وين اختفوا؟ شوفوا حمام مرة مليان. شوفوا من برا البيت. شوفوا هذا البيت اللي جيته، اللي كنت في الداخل أنا قبل شوي. هذا هو. أنا طبعا كذا يا جماعة الخير وصلت ناحية المغامرة، راح أصور الناحية الثانية وأوريكم بعد المكان يعني شوي. شوفوا هذا من برا. شوف الحمام مرة مليان. تمام يا جماعة الخير، انا كذا راح اخذ اثنين من مكة. بسم الله، شوف السحلي قد كيف كبره. بسم الله وزغة طلعت وزغة. يا جماعة الخير، انا بخرج بعطيكم نظرة اخيرة من برا. شوفوا المكان هذا هو اللي كنت فيه قبل شوي، شايفين هذا البيت.